لو الحكاية فيها إن فيتو رحمن أحمد عبد المجيد. المادة اللي قدمت فيها تظلمات فيزياء عربي. كان مجموعة كام؟ 89. وانت كنت عايز ترفعه كام؟ عايز ارفعه 92. 18 ونص. وانت كنت متوقع ان انت هتنقص قد ايه؟ كتير. 10. كنت حابب تدخل كلية ايه يعني؟ يعني على شوية يعني على نص دور اول لا قصدي تنسيق مرحلة اولى. طيب واجه كلمة بقى للمسؤولين عن تصحيح الامتحانات والمراجعة. يعني مش عارف.